الفتره اللي قبل دي السوق كان مريح جامد، دلوقتي السوق بدا يشتغل وده من احلى المواسم بتاعته. سعر غالي فجاه بدا ينزل، فبقى سعره اقل من العجالي واقل من الخرفان بالنسبه للسوق والسحب، فالجمل يبقى اقل سعر. فهو السوق دلوقتي السحب والضغط بقى على الجمل، يعني الجعود بيبدا معاك من اول 25 22، بس ده جعود بيبقى لبانه صغير، يوصل معاك 30 35، كل ده اللبانه تطلع من فوق الثلاثينات بقى اللي تخش على الاربعينات لحد الارقام الكبيره كلها 120 190 70 زيه زي العجالي. طبعا النقب بتبقى يعني النقل اللي انت بتتكلم عليها دي، في منها انواع، في منها بكره وفي منها البكره دي بتبقى نفس مستوى الجعود. النقه دي بتبقى حاجه قافله زيها زي الجمل الكبير، فدي بيبقى سعرها اقل من الجعود. الجعود لحم طيب يعني لحم كويس، والنقه بيبقى لحم خشن خلاص اللي هو عجز في السن. طبعا البهام السوداني قلت، كترة البهام البلدي بس برضه بيجي، بس مش زي الاول، الاول كان بيجي اكتر من كده بكتير. ده على حسب الجزار. هي اللحمه ليها تسويه، بتتحط في ميه ساقعه الاول وبعد كده تخش في الميه المغليه، وليها تقطيع على حسب صنعه الجزار، فدي هي اللي بتفرق في تسويه الجمل. لكن اللحمه كل ما كبرت في السن وكل ما في السوا بتبقى صعبه. والله اللحمه الصغيره دي مش قصتنا، احنا بنبيع الجمل كجمل، بنبيعه لحم، يعني احنا نفهم الجمل بيع وشراء، لكن هو قدامنا جعود يتباع، هو لحمته معروفة طيبة، لكن لما بيكبر في السن دي ما بتبانش قدامنا احنا، اللي يقدر يقولها لك دي الجزار. لا هو بيجي من السودان، هو أفضل مرعى في العالم السوداني، بس لما بيجي هنا بياكل الألفا المصري اللحم بيبقى أحسن بكتير قوي من اللي جاي من السودان، يعني أحسن حاجة البلدي. دي بهايم بتبقى حرة، بره بتبقى حرة، هنا في مصر بتتربط بتتعمل للأكل بس، عشان ياخدها الجزار يطلعها ضحية أو يطلعها تتباع في السوق.